معايا على الهاتف سيادة المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. تحية لحضرتك سيادة المستشار. اهلا اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يمكن في مسؤوليه مضافه ملقاه على عاتق الاحزاب، خاصه ونحن مقبلون على الانتخابات الرئاسيه، ويعني بدات اولى المحطات يعني المتعلقه بهذا المشهد الانتخابي. يعني دور الاحزاب سواء في التعريف باهميه المشاركه او في السعي من جانبهم لانجاح هذه التجربه. حضرتك المسؤوليه الملقاه على عاتق الاحزاب وهي ملقاه على عاتق الشعب المصري كله، وهو اختيار رئيس الدوله المصريه للفتره القادمه، وده اهميه الانتخابات اللي جايه الفتره دي، لان احنا بنعدي بظرف استثنائي داخل الاقليم. الظرف الاستثنائي ده انه الاقليم كله في نزاعات وفي اعتداءات وفي احتلال وفي مخططات بتتم. كل هذه الامور بتجعل الانتخابات في الدوله المصريه لها طابع مختلف، ويجعل الاحزاب السياسيه والشعب المصري ليه دور وليه مسؤوليه مختلفه عما كان في السابق. فالظرف الاستثنائي رفع حد المسؤوليه ورفع مستواها. الظرف الاستثنائي جعل الاحزاب السياسيه تقوم بادوار مركبه وليست ادوار سهله في عمليه التوعيه وعقد الندوات والمؤتمرات في المحافظات المختلفة، ولتحث على المشاركة الإيجابية من أبناء الشعب المصري، عشان نبين للعالم كله أن الشعب المصري هو اللي بيتحكم في الدولة المصرية، هو اللي بيختار قياداته وبيختار مستقبله ومستقبل أولاده، أن الشعب المصري هو قادر على تغيير كل شيء داخل الدولة المصرية، قادر على أن يقوم بالاستقرار، قادر على تحقيق الأمن والأمان، قادر على الحفاظ على الوطن بكل مقدراته، وبحسن وقادر على اختيار قائد يستكمل المسيرة ويستكمل ما تم بناؤه في العشر سنوات السابقة. كل هذه الأمور الشعب المصري لديه الوعي ولديه من التجربة منذ 2011 ل13 وب13 الآن، لديه تجربة حقيقية قريبة جدا لأذهان المصريين. و بقراءة للماضي القريب ولتجارب سابقة مشابهة مرت بها مصر في استحقاقات انتخابية، يعني إلى أي مدى حضرتك شايف هذا الوعي يظهر بشكل متنامي صعودي بيزيد؟ يظهر نعم في اللي جاز وخلى الشعب المصري وعيه ظاهر قوي، إن الشعب المصري لما شاف الأحداث لأهالينا في غزة وقطاع غزة شاف يعني ايه، فهم يعني ايه او مش فهم، اتاكد له قد ايه ان يبقى عندك وطن، عندك بيت، ده شيء مهم جدا. مش القضيه انك عندك تحدي اقتصادي فيبقى الدنيا ظلام، لان دي قضيه يعني مشكله عالميه، المشاكل الاقتصاديه والتضخم دي حاجه عالميه ما هياش خاصه بالدوله المصريه. فالشعب المصري المره دي حس يعني ايه وطن، يعني ايه امن، يعني ايه استقرار، يعني ايه دوله، يعني ايه جيش قوي يحمي الدولة المصرية، يعني ايه قيادة سياسية حكيمة لا تنزلق في الاستفزازات او العواطف وتدخل الدولة واقتصادها وجيشها الى حروب غير مبررة وحروب ممنهجة علشان الدولة المصرية تخرج عن المسار. الشعب المصري فهم يعني ايه يحافظ على سيناء ارض الفيروز، وانه ما يفرطش على شبر من ارضه، واستفتح الرئيس وفوضه في ان يتخذ القرارات، وانه صحيح. وفي النهايه احنا لما بندعو الناس للمشاركه مش بس عشان الانتخابات، مساله اعمق وابعد طبعاً من ذلك بكثير. انا بشكرك يا فندم جزيل الشكر على هذه المداخله القيمه، المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد.